وفي خطوة لتشجيع الاستثمار في مصر والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات التي كان يواجهها رجال الأعمال، نقرأ من روزا اليوسف: لأول مرة بالإخطار التراخيص الصناعية في 7 أيام بدل من 600 يوم، حيث أعلن المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، واللي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي، تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية. وأكد أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا. صرح الوزير قائلا: إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وكذلك تبني أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات وفقا لمخاطر النشاط الصناعي، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار ل 80% من الصناعات القائمة، وكذلك إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص. الوزير أشار إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق.